مرواني يلعب مع تبي. تبي يدخل الى منطقة وسط الميدان. هاي كرة جميلة جميلة وريعة وريعة. كرة الهدف كرة الهدف كرة الهدف. يا سلام كرة الهدف. يا سلام يا سلام يا سلام. في لحظة غفلة دفاعية تمكنت المولودية من تسجيل الهدف الأول. يا سلام على الكرة من تبي ويا سلام على الكرة من اللاعب فريوي. فريوي بحث نشاط اجتهاد لم ييأس وتمكن من منع هؤلاء الفرحة على المدرجات بهدف جاء كهدية من قبل دفاعات مولودية وران الذين لم يكونوا ينتظرون هذه الكرة. في لحظة غفلة شاهد كيف رفعها تبي هرب وإن سل من الرقابة الدفاعية بكرة رائعة سجل هدف التقدم. هاي الإعادة خرج من في التقريب المناسب. بلال هنا شفنا في كل مرة كان يطيح في الخطأ وراجع نفسه وشوف يعني أول مرة يخرج وجهه وجه مع الحارس وهنا يعني عرف كيفاش يسجل الهدف بطريقة جيدة رائعة. فنسميها هذه بيشنات من من جانب فريوي سامي الذي يوقع على الهدف.